إذا مشاهدينا الكرام، نتحول الآن لفتح نافذة اقتصادية في نشرتنا. باقة من الأخبار الاقتصادية بصحبة دينا شرف. إليك دينا. شكرا لك محمد، شكرا لك نهى. والآن موعدنا مع أخبار المال والأعمال محليا وعالميا. في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط على الاقتصاد العالمي وتتراجع التوقعات بشأن معدلات النمو، اعتمدت الدولة المصرية مسارات متعددة ومتوازية للتعامل مع تلك الضغوط واحتواء تداعياتها والحفاظ على استقرار الوضع الاقتصادي. وفي هذا الإطار، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا معلوماتيا يسلط الضوء على توقعات صندوق النقد الدولي بمواصلة الاقتصاد المصري تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتحسن مؤشراته لأعوام قادمة، رغم خفض التوقعات لمعدلات نمو أغلب اقتصادات العالم. وأشار التقرير إلى توقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق مصر واحدا من أعلى معدلات النمو عالميا لعام 2022 ليسجلوا 6.6%، ومشيرا في الوقت نفسه إلى أنه من المتوقع أن يتخطى معدل نمو الاقتصاد المصري متوسط النمو العالمي ليسجل 4.4% للعام المالي 2022-2023 مقابل 2.7% للمتوسط العالمي عام 2023. بحث وزير الزراعة السيد القصير مع مدير عام منظمة الأغذية والزراعة الفاو شو دينيو، بحث أفاق التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة الدولية، وذلك على هامش مشاركته في لجنة الأمن الغذائي العالمية التي تنظمها الفاو بالعاصمة الإيطالية روما. وخلال الاجتماع أشار الوزير إلى التعاون المثمر والبناء مع منظمة الأغذية والزراعة والدعم المستمر لإنجاح مبادرة فاست للزراعة، ووجه القصير دعوة لمدير عام الفاو لحضور اجتماعات القمة في مؤتمر الأطراف للمناخ، وكذا دعوته لحضور يوم الزراعة والتكييف المقرر له انعقاده يوم 12 نوفمبر القادم بشرم الشيخ. وإلى أسواق المال، حيث أنهت البورصة المصرية تعاملات الجلسة بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك للجلسة الثانية على التوالي بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب ووسط تداولات متوسطة. وخسر رأس المال السوقي 3.7 مليار جنيه، لغلق عند مستوى 683.9 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، فتح مؤشر إيج إكس 30 عند مستوى 9867 نقطة لينخفض بنسبة 67%، ويغلق عند مستوى 9800 نقطة. كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيج إكس 70 عند مستوى 2153 نقطة ليغلق منخفضا بنسبة 1.51% عند مستوى 2121 نقطة. وفتح مؤشر إيج إكس 100 عند مستوى 3083 نقطة منخفضا بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 3041 نقطة. وإلى أسواق العملات، حيث تباينت أسرع عملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي 19.62 جنيه للشراء و 19.73 جنيه للبيع. اليورو سجل 19.05 جنيه للشراء و 19.16 جنيه للبيع. الجنيه الاسترليني سجل 21.70 جنيه للشراء و 21.82 جنيه للبيع. وبالنسبة للعملات العربية، فقد سجل الدرهم الإماراتي 5.34 جنيه للشراء و 5.37 جنيه للبيع. وأخيرا الريال السعودي سجل 5.22 جنيه للشراء و 5.25 جنيه للبيع. أجرى رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هان ديوك سو محادثات مع رئيس التشيلي جابرييل بوريك، واتفقا على استئناف المفاوضات خلال هذا العام من أجل ترقية اتفاقية التجارة الحرة الثنائية التي دخلت في حيز تنفيذها في عام 2004.
هذا واتفق الجانبان أيضا على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى علاقات شراكة استراتيجية، حيث يحتفل البلدان بالذكرى السنوية 60 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية هذا العام. ختام أخبار اقتصاد.